قد يكون عالم الإبحار عالم تختفي فيه العديد من الأسرار والأمنيات، فمن يغطس في هواه يستورد أفكارا كثيرة، كأمثال علي أشروف الذي قضي أكثر من 30 سنة موظفا في الباخرة، وعند تقاعده أبى أن يبني منزله على شكل باخرة. ليستواري نو صافي اللي هذا مش طاح اسمكش معرفة فور صافي ذولي نطرون طروازو من البحار دايورا كيني أنا أحضر أشرف في نار دينا تولي البحر حمل على مارين ديني كي أطرون طروازون ذين كان ذي الخدمة وذيني دايور كان ماشي ذي نوث بالنوارة كي ولا يوث الحاجة ذي مارسي مريكش من الباطو أرى البور مارسي يعان شاطو دي في سقارني ومكاني يسأل خدمة شغل أنتريك دي باطو لافون دي باطو أكيجي لافون سي خدمة كي تولي أذكر ماكش مع مارسي تولي على ال الستيل نياك نيا ذيني دروح لي دين أخذ مع ال أخام جيا جورد باتون بابور أتجناذ هكذا سماه علي. وحتى من الداخل نجد الكثير من الذكريات التي قضاها في الباخرة وكل ما يتعلق بعالم الإبحار. طب لو جيا أخذ ما في اسمي يوم باركي أكو سام زورو نافيجا سام زورو حاروس الروس ديني ولا لا مير نوار ام بعد ولا الطب لو يقف غاد خدمة كوم البحر اسود نعم يسقار اف كياس الستيل باطو وقا كوسي انا نشبح ومازال سانو سنات فلوكين سي اكيس لاريال كذا لافو سانو سنات فلوكين اسانو ان كان بيلوطاج اسكمل هاكا كاع عشان ما ديفاض 100% ميم داخل اتوالي لابري. هي أفكار جميلة امتزجت بين جمال الطبيعة والبحر، تعطي الناظر راحة البال كما تدعوك للسفر في عالم الاستكشاف والإلهام.